أهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. نحن معكم مباشرة من ساحة التل في طرابلس لنقوم بجولة سريعة على الناس هنا بعد التحذيرات الدولية والمحلية. أيضا في لبنان خبراء كانوا قد حذروا من ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع موجات حرارية كبيرة تجتاح المنطقة، منطقة الشرق الأوسط ومعها باقي دول العالم. سنقوم بجولة سريعة على الناس الموجودين هون. أول شيء لنسألهم إذا كانوا شاهدوا مثل هذه الحرارة، مثل هذه الارتفاعات بدرجات الحرارة، حيث كان من المتوقع أنه تتعرض 7 دول عربية خلال الأيام يلي نحن فيها هلأ لارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة توصل أحيانا ل50 درجة مئوية تزامنا مع تحذيرات الأمم المتحدة من أنه العالم ككل سيشهد مثل هذه الارتفاعات بدرجات الحرارة. هيك رح نسأل بعض الناس الموجودين، خلينا نحكي أكثر مع الخبيرة برك إن هيك بيحكوا لنا إذا كانوا. يعطيكم العافية، مرحبا. عم نسأل عن درجات الحرارة. هلأ في موجة اسمها القبة الحرارية عم تجتاح مناطقنا الشرق الأوسط بالتحديد أكثر. درجات الحرارة اليوم تقريبا 31-32، هينة. هذا السؤال اليوم هينة، يعني لبنان شهد منا من قبل هي. هلا هو بالشتاء وبالصيف بيجي موجات على لبنان مفروض نحملها، يا بتجي 10 أيام 15 يوم، بالشتوية بيجي ساعة وبالصيف بيجي شوب، وإذا ما إجا شوب ما بناكل العنب وتين تستوي في فواكه. هذا الحديث طبيعة، طبيعة. وين ساكن؟ أي منطقة؟ أنا صغرتا فتا، يعني في على مرتفعات تقريبا. ايه في فواكه بتستوي، في هلا العنب، هلا العنب إذا ما شوبت التين والعنب هلا ما بناكل، الأشياء ما بتستوي. ايه فبدها حرارة مثل ما في فواكه وخضرة بدها تلج. طبعا هيدا شيء، بس هو نحن الشعب اللبناني لا بيحب البرد ولا بيحب الشوب، خذوا حطوا بالايسي بعد شوي بيصير راسه بيوجعوا بالايسي. هي طبيعة حياة. شايف بالشوب فصل الصيف النوبات القلبية بتخف، ليه؟ لأنه جسم الإنسان بيفرز عرق، السم بيطلع من جسمه، هو قاعد. إيه النوبة القلبية بتخف، بالشتوية ما بيتحرك بيموت بسبب ذبحة قلبية. كمان بدنا نسأل إنه هلا نحن بتموز وآب، يعني كمان هذا موسم الصيف، إيه موسم الحرارة تكون طبيعية. هلا ما شوبت بلبنان إلا هاليومين، هي طبيعة. تموز 15 تموز نحن إسا في شهر ونص للشوب، خلصت الصيفية. آه شكرا لك، يعطيك العافية. إذا مثل ما سمعتوا مشاهدينا الكرام، مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، يعني هيدا موسم الصيف هلا. حاجة يعطيك العافية، الشوب كتير. عشتي من قبل هالدرجات الحرارة مرتفعة؟ لا. قد ايه عمر حضرتك؟ 70 سنة. 70 العمر كله. حس اليوم شوب أكثر من باقي الأيام؟ إيه هاليومين هذون شوب. بأيامكم كيف كنتوا كيف كنتوا تبوردوا إذا بدنا نقول؟ كان في أيامكم AC؟ لا. مكيف؟ ولا مكيف ولا مروحة ولا شيء. وكنا الحمد لله. كيف كنتوا تبوردوا على أيامكم؟ عايشين الحمد لله. ما كان بهالشوب. ما كان يجيك. دخيله الله تغير كل شيء. شكرا لك. كالعادة الأيام. يعطيك العافية. إذا مثل ما كنا عم نحكي لكان حسب تحذيرات الأمم المتحدة بأنه العالم ككل بلش يسجل درجات حرارة مرتفعة بكل دول العالم تقريبا، مش بس بالشرق الأوسط. وأظهرت بيانات أولية نشرتها المنظمة الدولية العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أنه هذا الأسبوع الأول من شهر تموز رح يكون أشد الأسابيع حرارة. خلينا نسأل الشباب هون، يعطيكم العافية. عم نسأل عن درجات الحرارة طبيعية؟ يعني احنا هلا بأول تموز، نص تموز تقريبا. أكيد طبيعية طبعا. تموز وإيه طبيعية شوب هيك. في موجة هلا اسمها القبة الحرارية. هي عم تجتاح هالمناطق لبنان وسوريا والجوار. برأيك قديش أول شيء قديش عمرك؟ كيف أنا؟ قديش عمرك؟ عمري أنا 65. 65 العمر كله. من قبل شهدتوا هيك درجات حرارة كان في؟ إيه كان يصير هنشوف، إيه أكيد. يعني الأمر طبيعي مش بس هي قصة الموجة. طبيعي أكيد، تموز طول عمره هيك. وين ساكن حضرتك؟ منين؟
من يعني كمان على الساحل يعني مش آه مش آه بالمرتفع آه آه. نعم شكرا لك. بلاو يعطيكم العافية. اذا يعني اغلب اراء الناس هو انه الامر طبيعي لانه نحن هلا ببداية تموز وبعد في عنا شهر اب كمان، فالحرارة طبيعي تكون هالقد مرتفعة، ولكن كان التزريك هو بين عشاق الصيف وعشاق الشتوية. كل حدا بحب فصل، وعلى سوشيال ميديا يعني نحن المنين مبدعين بهذا الموضوع. أغلب اللبنانيين بنكتوا على تقلب الفصول، كل حدا شو بيحب على أساسه بيكون عم بيعلق. يعني من أطرف التعليقات يعني يلي كانت مكتوبة على السوشيال ميديا عبارات مهضومة كانت كتبوها الناس، من بينها خليني بجرب أقرأ لكم شيء. الجماعة يلي قالوا انه الصيف احسن من الشتي ما بيطلع لهم لا يحكوا ولا يشكوا ولا يبكوا بهيدا الاطار. اذا المشاهدين الكرام اغلب اراء الناس هون بطرابلس بساحة التل عم يحكوا عن انه الامر طبيعي جدا. نحن هلا مع بداية شهر تموز وبعد جاي عنا شهر اب وبداية شهر ايلول كمان بيضلوا شوب وبيضل الحرارة مرتفعة، وليس فقط موضوع هو القبة الحرارية اللي عم نحكي عنها من قبل الخبراء البيئيين، وحتى وزارة البيئة وكانت حذرت المواطنين بالمرتفعات وعلى السواحل انهم يتوخوا الحذر لجهة خطر اندلاع الحرائق، وايضا الناس اللي عم ترتاد بهذه الاثناء الشواطئ والبحور انهم يكونوا عم يحموا اجسامهم وانفسهم من درجات الحرارة المرتفعة لحتى ما ينصابوا باي اذى. إذن مشاهدينا الكرام كان هذا كل شيء من طرابلس. كنا معكم أنا بلال المرعبي وزميلي على التصوير هذه المرة مروان فران. فهذا كان كل شيء، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.